واضح أن الممثلة اللبنانية باميلا الكيك غاضبة من الوضع في الوسط الفني، وتحديداً دخول الممثلات لعالم الفن من بوابة مسابقات ملكات الجمال. وهالشي بدأ مع تغريدة قالت فيها: السنة ما رح أقبل ولا عرض تمثيلي، لا داخل شهر رمضان ولا خارجه. وتابعت: أول شي نازل فيلمين لإلي السنة، ومثل العادة بفكر بغيري وبقول ما رح أخذ كل شي، غير إنه ما أغراني شي من العروض اللي ثلاث أرباعها بطلاتها صاروا مسات لبنان. وفتحت باميلا الكيك النار على نادين نسيب نجيم اللي قالت إنها ما بتستحق لقب الممثلة، وانتقدت المنتج صادق الصباح لإيمانه بموهبتها لمدة 5 سنوات بعدة أدوار تمثيلية باهتة، كما عمرت باميلا الكيك في حديثها: مس لبنان كلهم بحترمهم وما في عندي شي ضدهم، بس هن يمكن عم يتضللوا. طيب لك وين البنت عم تكون كتير حلوة بس نرجع نقول عنها فاشلة؟ تخليكي حلوة وبجمالك حطيه بالصحن اللي بيلبق لك. يمكن طريقة العرب اللي عم بسمعها ما بتشبه اليوم الطريقة اللي أنا بدي أسمعها كمان. ما فيها تكون أختي أنا عم بقولها ليك يا أختي، طيب وشو بقول لبيي؟ أي ما بعرف شو بدك تقول لبيك، بدك تروحي لهونيك وبدك تقول للماما إنه this is not drama لبنانية. مش تقولي لي بيي مات مبارح، وعيد ميلادك بكره، كان لازم ازعل وكان لازم انبسط، ما عملت لك شيء. ضحك علي عادل. نادين نجيم بتمثل، نجحت، بس منا ممثله، منا الممثله، هي حلوه وادائها حلو ومحبب عند العالم، ولكن بالـ5 سنين اللي عرضت كل ادوارها ما كنت انت عم بتشوف اداء تمثيل. ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على الهجوم المتواصل عليها من قبل باميلا الكيك، ولكن بطريقة غير مباشرة، مستعينة في سبيل هالشي بتغريدة أحد متابعيها. فتكلفت إحدى محبات نادين نسيب نجيم بالدفاع عن نجمتها المفضلة بتغريدة قالت فيها: أعتقد نادين نسيب نجيم تخطت مسألة إذا هي ممثلة أو لا من زمان كتير، صرنا بمرحلة الخطوة العالمية ودراسة معايير النجومية المتكاملة بين أداء وإحساس وجمال وذكاء الاختيارات والتنوع والكاريزما اللي بتفرق بين ممثل أو ممثلة وآخر كتير. حبيت شوف المسلسل المدبلج الإسباني الرائع. الممثلة باميلا الكيك علامة فارقة بالدراما اللبنانية، وتميزت بإتقانها لأدوارها وبجرئتها وبعفويتها وبحيويتها بعيداً عن السطحية والابتذال، فتعتبر إنها ومن خلال كل شخصية لعبتها تمكنت من خلالها من إيصال رسالة اجتماعية واضحة.